الإمام الحج عليه السلام، كربلاء، هاي بالمناسبة يذكرها بين قوسين إنكم أنتم زوار الحسين سلام الله عليه، رواية صحيحة، الإمام الصادق يقول: ويزور قبر الحسين ليلة الجمعة جميع الأنبياء وجميع الملائكة. السائل يقول: فسألته قلت له يا ابن رسول الله جميع الأنبياء حتى رسول الإسلام؟ قال: حتى رسول الإسلام، رسول الله كل ليلة الجمعة هنا. قلت له: سيدي أنت تقول وجميع الملائكة حتى جبرائيل؟ قال: حتى جبرائيل، سيد الملائكة وسيد الأنبياء كل ليلة الجمعة هنا. أنت وين قاعد يا عمي؟ اعرف قدر نفسك، أنت قاعد في جوار حرم الحسين في قطعة اقتطعت من الجنة، هنيئا لكم هنيئا لكم. ففي كربلاء أطلب من الإمام سلام الله عليه، واحدة من الكلمات اللي تدخل عند الإمام تقول: الحمد لله الذي هداني لزيارتك، هداني بهدايتك وخصني لزيارتك وسخر لي قصدك، تطلب من الله سبحانه وتعالى أن يوفقك. المهم